بصوا بقى هنا هو خايف لا حد يحفر جنبه ويبني بيت ارتفاعه عالي يعمل له مشكلة، فلحق نفسه قبل المعدة انه يجيبنا. هنشوف الموضوع. من ده كله واللي انا جاي عشانه أيوة. ان اي حد هيجي يبني جنبك لازم اقف معاه، لازم تقفي مش معاه، احنا مش عايزين نقف ضد الجيران. لا ما خلي بالك، لا لازم قبل ما يفكر يهد ويبني لازم يبقى في مهندس موجود ومهندس محترم، ولازم يتعمل جسة للتربة، وده الموضوع اللي احنا جايين علشانه. ايوه، ان اي بيت بالبيوت القديمة الفطرية اللي زي دي، والناس عملت الافكار اللي هي عايزاها علشان خاطر تحمي بيتها وفضل بيتها زي الفل اهو، لكن لما يجي واحد يبني جنبيها ما يجيش يروح حافر ويجي باني، يجي بعد كده اللي يبني جنبينا يبني ويحمل فوق، يجي ضاغط على التربة يجي مطقطع عندنا الحيطان. أيوة دي أيوة كلها لازم هو ما يأسس على الأساس بتاعك. أيوة. لازم يتعمل خوازيق عشان يحمل على تربة تحت بعيدة عنك، يبقى بعيد عني خالص، يبقى بيني وبين. غير كده توقفي الشغل وتبلغي الحي. أيوة. وما ينفس. شكرا. طبعا البيت بيت فطري قديم وبيت بحوائط حاملة زي ما وريتوا لحضراتكم، خلقوا وزرعوا عمدان وظبطوا وصبوا وخدوا المنور ده وعملوا جزء منه. تعالوا بصوا الباقي هنا هوت، وده بقية المنور، واتعمل منه هنا مطبخ زي ما انتوا شايفين، وفضل حمام زي ما هو بيخدم الاوضه وبيت بيخدم المطبخ. عايزين ندهن يا ماما الحديد ده بماده 131، هقول لابن حضرتك عليها علبه هيجيبها ب 300 جنيه يدهن بيها الكام سيخ دول عشان ما يصدوش وينقلوا الصد. لا خشب، لا لا خشب ما يشيلش ده، ممكن اجيب العروق عادي ما بتشيلش العروق. بص العرق اقوص هنا من ما فيش حاجه. لا ثم كانوا طريين برضه ما جراش. ماشي ماشي. طيب ما هو ده طريق، ده وزن، ده 500 كيلو اكيد، نص ليه نص 24 ساعه في ال 500 كيلو. لا لا انت سيادتك هتعمل ايه؟ لا. هتجيب كمرتين حديد. ماشي. من هنا كده واخد بال حضرتك، وتضيقهم على قد ان هي تاخد سيب التلت من هنا والتلت من هنا والتلتين في النص. وتحمل حضرتك ده بقدر الامكان يبقى متوسط المسافه عشان يبقى ناقل على الاثنين. نعم. لو خدته يمين هيحمل يمين اكتر، خصوصا انك انت كمان الحته تحت نص طوبه بالزبط. ودي حوائط حامله بالظبط، لازم يبقى هو في نفس. انت كده الحمل على السقف كده غلط، وده تشيله في اقرب وقت اذا كنت هتعزل. اقول فضيه على جنب. ماشي. يعني انت من النهارده ابتدي بقى فضي المكان، شيل بقى العشه دي وروق المكان ده خالص ويكنس قبل